السلام عليكم. بهذا الكويستشن نمبر 6 بيج 222 معطينا given the representative curve of a function f over an interval i. هذا الكيرف لو فانكشن اسمه f والانترفال اللي عم نشتغل عليه هو i. الانترفال مثلا يعني من وين لوين منطقة هذا الكيرف، من وين لوين، من اي x لاي x، من اي abscissa مبلش لاي abscissa مخلص. يعني مثلا هون هذا نبلش من x equal minus 2 من أقصى الشمال لأقصى اليمين اللي عنده هو 4، فإذا الانترفال i هو هون minus 2 4. هون الانترفال تعول هيدا من أول x عنده إياها minus 2 آخر x عنده إياها 2، كمان الانترفال تعول هيدا من minus 2، رسمي كلها بتبلش من minus 2 وبتنتهي عند 3، فإذا الانترفال اللي هي الرسمي هو minus 2 ل 3 بس مقطوش على ال على x equal 0، فبنقول من minus 2 ل 0 بيرجع شو من 0 ل 3. يعني هيدي المنطقة اللي مرسوم فيها الرسم، المنطقة where the function is defined. بدو يانا نرسم set up the table of variation in each of the following cases. بدو يانا نرسم ال table of variation. هل احنا ال table of variation مش حاكين عنه قبل هلا عشانك من انتبه له هون ونشوف شو هذا ال table of variation. رح ارسم عني اول شي هذا ال x، هذا الخط، هذا ال axis. هون بحط x وهون بحط ال f of x على طول فوق ال x تحت ال f of x. شو بحط فوق عند ال x؟ بحط ال interval i مطرح ما ال function defined، مطرح ما الرسم defined. مثلا هيدا ال interval مبلش بال minus 2 منتهي بال 4، بدي بلش بال minus 2 وانتهي بال 4. ان شاء الله تسامع معنا هالرسم. مثل ما بنشوف كمان بدي احط كل تلة ووادي بدي احطها بقلب الرسم هون. يعني هون عنا مثلا بلش بالماينس 2 منتهي بالفور، بلش بالماينس 2 طلع لعند النقطة للأكس تعولها 0، بحط 0 مش طلع على 3، لأن 3 هي بالواي تحت، هيدي الأكس وهيدي الواي، هيدي 3 على الواي أكس، يعني هي 3 هي أوردينيت واي، الأكس تعولها شو هو؟ هو 0. أنا بحط الأكس هيدي 0، رجع نزل للبوينت هاي الابسيسة اللي شو 2، رجع طلع على البوينت اوف ابسيسة 3. فهون نحن شو منقول؟ رح حط هيدي اللي هون، من الماينس 2 للزيرو شو صار؟ من الماينس 2 للزيرو شو صار بالفانكشن؟ طلع ولا نزل؟ طلع. نحن منطلع من اللفت للرايت، من اللفت للرايت، if we look from left to right we can see that the curve here is increasing. فهو منحط بس هيك increasing طلع، يعني هذا table of variation بهالشكل. من الزيرو للتو شو صار بالكيرف؟ نزل، حط decreasing. من التو للثري طلع، من 3 لل4 لا طلع ولا نزل، كونستانت بنحطه هيك ماشي. هل قد بس هيدا اول تيبل اوف فاريشن، ويستحب نحط الواي اللي له. مثلا لما كانت الاكس ماينس 2 شو الواي اللي لها؟ 2، تحط هون 2. لما كانت الاكس 0 شو الواي اللي لها؟ 3. لما كانت الاكس 2 شو الواي اللي لها؟ 0. هون هون ال x 3 شو الواي اللي لها؟ 1. هون ال x 4 شو الواي اللي لها؟ كمان 1. فهون بيكون عمليا طلع من ال 2 لل 3، رجع من 3 لل 0 نزل، رجع من 0 ل 1 طلع، رجع من ال 1 لل 1 ضل كونستانت. هيدا هو التيبل اوف فاريشن بس الاد. نجي لتاني وحده كمان عملها بلون تاني كمان بنفس الطريقه، بنحط x فوق و f of x تحت. ال x هن ال interval where the function is defined، where the curve is drawn، من اي x لاي x. اول x على الشمال هي minus 2، اذا رحنا بالرسمة للاخير اخر x على اليمين للرسمة هي اخر نقطة، ال x تعولها شو هو 2، هي اول نقطة، ال x تعولها شو هو minus 2. يعني بحط هون minus 2 بحط هون 2. هلأ بدي احط انا كل مرة المنطقة اللي طالع فيها function واللي نازل فيها function، يعني بحط الماينس 2 و 2 اول نقطة واخر نقطة
الابسيسة لأول نقطة والابسيسة لآخر نقطة، وبحط الابسيسة للتلي والوادي، لكل تلي ووادي. مثل هون عملنا ابسيسة لهي النقطة لأنه هيدي تلي، هيدي وادي عملنا لها الابسيسة حطينا لها هون، هيدي راس التلي حطيناها كمان. كل هون نقط بدنا نحطهم. مثلا هون عندنا راس التلي الاكس تاعولها ماينس 1، بحط هون. هون عندنا وادي، هاي الوادي الاكس تاعولها شو؟ الاكس تاعولها زيرو. هاي النقطة الكوردينيتس لها هي زيرو ماينس 1، يعني الاكس تاعولها زيرو، بحط زيرو. انا بحط الاكس بس هون ورجعت طلعت لفوق، يعني ما عادش صار في تلي هون، صار اخر شيء هيدي اللي هون اللي هي الابسيس اللي لها تو محطوطة. هلا من الماينس 2 للماينس 1 شو صار؟ يعني مش تقلي من ماينس 2 للماينس 1 هي طلعت، هي اصلا على طول اذا طلعت بالاكس كل ما يتقدم الاكس لقدام عم بيكبر. يعني نحن الطلعه والنزله مش بناخذها مقارنه بين الفاليوز للاكس، يعني مثلا من ماينس 2 لماينس 1 انكريز، من ماينس 1 لزيرو انكريز، من زيرو لتو انكريز بالنسبه للاكس. يعني هي الانكريز مش بالنسبه للاكس، انكريز بالنسبه للاف اوف اكس الفانكشن. شو هو من الرسمه فينا نشوف، واذا حطينا الفاليوز تحت عرضت الاف ببين انها اذا انكريز او ديكريز. مثلا بمنطقه الماينس 2 ماينس 1، بمنطقه الماينس 2 ماينس 1 شوف لي الفانكشن انكريز ولا ديكريز، هي طالع يعني انكريز. بمنطقه الماينس 1 0 فينا نحطها اللي هون قبل شوي، بمنطقه الماينس 1 0 من الماينس 1 من الماينس 1 للزيرو الكيرف شو عامل؟ من الماينس 1 للزيرو نازل يعني ديكريزنج. من الزيرو للتو منطقة اللي فيها الابسيسس من زيرو لتو، من زيرو لتو شو عامل الفانكشن؟ طالع. هلا بحط الفاليوس اللي هون على الماينس 2، لما يكون الاكس ماينس 2 الواي شو بتساوي؟ هي لما يكون الاكس ماينس 2 الواي هي هاي النقطة اللي هون، واي تعولتها ماينس 1، وهاي النقطة الاكس تعولها ماينس 2 والواي تعولها ماينس 1. لما تكون الاكس ماينس 1 عند هيدي الواي تعولتها زيرو، لانه هاي البوينت الاكس تعولها ماينس 1 والواي تعولها زيرو. لما تكون الاكس زيرو، الاكس زيرو البوينت اللي على الرسم هي الواي تعولها ماينس 1. لما تكون الاكس 2 الواي للرسم، الواي للبوينت اللي على الرسم هي شو؟ 3. هلا مثلا لو طلعنا تحت من ماينس 1 للزيرو طلع الفانكشن، من الزيرو لماينس 1 نزل، من ماينس 1 للثري طلعت. بيبقى عندنا اخر وحده ان شاء الله تكونوا عم تفهموها هون. اخر وحده كمان عندنا اكس واف اوف اكس، شو بدنا نحط فوق؟ قلنا الدومين اوف ديفينيشن او المنطقه اللي الفانكشن على ديفايند عليها. هذا هيدي الرسمه ديفايند من ماينس 2 ل 0، انطشت على الزيرو بيرجع من الزيرو لل 3. حط اني هون من ماينس 2 للزيرو بيرجع من الزيرو للثري. فيش تلي وادي مثل هاو اللي هون لنجي نحطه، بس الادن ماينس 2 للزيرو من الزيرو للثري لو طلع ونازل وهيك كل تلي وادي بده يحط لها الابسس اللي لها، بس هون فيش تلي وادي، في هيدي بس ماينس 2. هذه الرسمه جايه بمنطقه النقط للابسس اللي لهم من ماينس 2 للزيرو، هيدي الرسمة جاية بالمنطقة البوينتس للابسيسة لإلهم من 0 ل 3. على الزيرو مثل ما شايفين مقطوشة الرسمة، يعني الرسمة not defined، بنجي بنحط هذا الشكل اللي هون انه الرسمة not defined على الزيرو. هلا من ماينس 2 ل 0 شو صار بالفانكشن؟ ماينس 2 ل 0 طلعوا الرسمة كيف جاية، هيدي decreasing، بحط decreasing. طيب من 0 ل 3 شو صار؟ من 0 ل 3 الفانكشن كمان ديكريزنج، نازل نزول. طيب بيبقى لي النقط اللي هون على الماينس 2، لما تكون الاكس ماينس 2 الواي شو بتساوي؟ لما تكون الاكس ماينس 2 هيدي النقطة على الفانكشن هون، الواي تعليتها شو؟ 3. حط 3 هون. لما تكون الاكس 3 النقطة اللي على الكيرف هيها، الواي تعليتها ماينس 1. بيبقى هون على الزيرو. لما تكون هون بالحقيقة، يعني هو بتاخدوهم بالبكالوريا هي بالنسبة للزيرو، هلا هي نحن خلصنا الجواب هيك، بس بالنسبة للزيرو هيدي رح تاخدوها بالبكالوريا بالنسبة لهيدا لما يكون عنا هيدا الشيء not defined. رح أقولها أنا هون مثل ما شايفين، لا في هيدي الزيرو في عنده طرف على الشمال وفي طرف على اليمين، في شيء قبل الزيرو في شيء بعد الزيرو.
يعني هذا الرقم اللي هون بالضبط هو قبل الزيرو بشوية صغير بلحسة لنقول، بهيدا الرقم اللي هون هو بعد الزيرو بلحسة لنقول. على الزيرو، على المنطقة اللي قبل الزيرو، على اللفت اوف زيرو، هيدا الزيرو اللفت اوف زيرو، وين الكيرف جاي؟ جاي من تحت اقصى لتحت، فهم نقول له ماينس انفينيتي بس تكون هاي الحالة عنا. كمان هون على الرايت اوف زيرو الكيرف جاي لنقول اقصى اللي فوق، هي مش على الثري، هي بعد جاي من فوق، هي الرسمة هيك، هي جاي من فوق هيك بهذا الشكل. فهون بنقول له كمان على الزيرو، على الرايت اوف زيرو بيكون هو شو؟ على الرايت اوف زيرو الفانكشن فوق اعلى ما يكون، يعني بيكون هو بلس انفينيتي. ماشي، هلا هيدي ان شاء الله السنه الجايه بتفهموها بالبكالوريا اكثر، اللي فهمها هلا فهمها، اللي ما فهمها للسنه الجايه ان شاء الله. يعطيكم العافيه.